مشمس خالص النهاردة. لا بصراحة يستحق ان الواحد يخرج يتمشى، هلاقي وقت في وقت في وسط النهار وانزل اتمشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين. قهوتك معاك، كتابك في ايدك، واللي يقول لك بم دي له بوكس في دماغه على طول. Wisdom never kicks at wall, iron walls it can't bring down. ازيكم؟ النهاردة في الفطار وانا قاعدة مع جوزي وجت سيرة الحادثة اللي هو الراجل اللي بنته وقعت في عند شريط القطر اللي هو مترو الأنفاق، وبكل شجاعة نط وحماها والكلام ده كله. فأنا بتكلم ومعجبة قوي بموقف الرجل، فلقيت جوزي بيقول لي انتي ما خدتيش بالك اللي حصل ايه بالظبط. فقلت له لا ما خدتش بالي. قال لي ان هم اصلا كانوا بيعدوا غلط، كانوا بيعدوا المترو، مترو الانفاق غلط، ولما فرغوا شرايط المراقبة والحاجات دي لقوا ان ده خطأ من الاب مش من البنت، والموضوع حصل فيه يعني قولان تاني خالص خالص. المهم قعدنا نتكلم وتطرقنا لكلمة فهلوي. فانتوا عارفين يعني انا ما بحبش اخد الكلام بشكله الطبيعي العادي، انا بحب اعرف الكلمة دي ايه واصلها ايه وجاي منين، واعرف المعنى الحقيقي للكلمة. وهو ده فعلا اللي انا عملته، بسيرش بسيط خالص لقيت ان كلمة فهلوي اصلها فارسي، واول معنى من معانيها محتال. الكلمة دي للأسف في مجتمعنا احيانا بيبقى ليها احساس ايجابي شوية، انه ذكي، انه شاطر، انه بيعرف ياخد حقه بالذكاء، لكن هو اصلا بالاحتيال، هو محتال. الكلمه زعلتني جدا جدا، يقول لك ده خدها بالفهلوه يعني بالاحتيال. وحاجه من حاجه من الحاجات اللي بتعكس موضوع الاحتيال هو كسر القانون، وكسر القانون في الحاجات الصغيرة كمان مش الحاجات الكبيرة. الحاجات الصغيرة زي مثلا لما ما نعديش الشارع من أماكن عبور المشاة، وتبقى حجتنا أصل كوبري عبور المشاة بعيد وعالي، أصل أماكن عبور المشاة بعيدة، احيانا بيبقى فيه اشارات شغاله بس عشان ما فيش جنب منها عسكري تلاقي الناس بتكسر الاشارات. ما هو ده نوع من الاحتيال، ان انت بتاخد حاجه مش من حقك وبتاخدها بكسر القواعد والقوانين. زمان كنت بتكلم مع بابايا وقال لي ان كل قانون من قوانين المحليات والبلدية وأي قانون، أي قانون كان بيتحط بيعالج مشكلة معينة، بيحاول يمنع مشكلة معينة. الناس أحيانا ما بتبقاش فاهمة سبب القانون، وجود القانون. كتير جدا ألاقي الناس تشتم في المهندسين، أصل هما عملوا الدخلة معرفش من الحتة دي والخارجة من الحتة دي. في اخطاء، لان ما تنسوش في النهاية ان المهندسين دول بشر، ولكن المشكلة ان احنا ما بنمشيش على القانون،
ما بتتبعش القانون، فبالتالي بنعرض حياتنا وحياة الآخرين للخطر. كتير جدا يقول لك اصل ما بينفعش في البلد دي غير الحلنجي. يا جماعة، يعني عايزاكم لما تحللوا موقف حللوه على المدى الطويل. الناس دي بتنجح احيانا بتنجح، مش ما بتنجحش، بس بيبقى نجاح قصير وبيوقعوا، ووقعتهم بتبقى وقعة وحشة جدا جدا جدا، لان في النهاية لا يصح الا الصحيح. يعني الراجل اللي يعني تجاهل التصرف الصح عشان يعدي الرصيف وعشان ما يلفش لفة كبيرة شاف انها ملهاش لازمة، عرض حياته وحياة بنته للخطر. في مرة ده فكرني في مرة زمان، لقيت واحدة من صحباتي بتضرب بنتها ضرب واحنا ماشيين في الشارع، فبقول لها في ايه بتضربيها خالص كده ليه؟ فراحت بتقول لي بتجري عايزة تعدي الشارع. فسألتها وقلت لها يعني انتي معلمتيهاش ان في اماكن لعبور المشاة؟ فقالت لي لا، ما اصل في احيانا بتبقى اماكن عبور المشاة دي بعيدة، فبضطر ان انا يعني اعدي الشارع كده سرقة. دي حتى الكلمة اللي هي استخدمتها. قلت لها بنتك الصغيرة مش ما عندهاش القدرة انها تقرر امتى صح انها تعدي وامتى ما تعديش، وللأسف انتي اللي علمتيها ده. ليه؟ عشان كسلتي تمشي 50 متر. يا جماعة 50 متر دي مش مسافة كبيرة، بس احنا عشان صحتنا خربناها، بقينا مش قادرين نمشيها. وحاجة تانية كمان، ان احنا دايما دايما عايزين السهل الممتنع، عايزين نطلع من الشارع ده ندخل في الشارع ده، ندخل نعدي هنا نمشي هنا نعمل هنا، وبالتالي لازم ناخد شورت كاتس. شورت كاتس يعني حتة كده ناخدها بالفهلوة. اديكوا عرفتوا كلمة فهلوي معناها محتال، معناها واحد بيخالف القوانين والقواعد والأصول، وفي النهاية احنا اللي بنندر. فكروا في الحوادث بتحصل ليه؟ بتحصل عشان واحد فهلوي حب يوفر دقيقتين في طريقه، عشان واحد فهلوي عارف ان الرادار مش موجود في الحتة دي فممكن يسرع. يعني الفهلوة لما بتبقى على حساب حياتنا وأملنا، أعتقد إن هو ده شيء بيبقى وحش جدا جدا جدا. يلا أنا أشوفكم بعد شوية عشان إيه نكمل الشغل. كتير قوي لما بحب أقعد أشتغل إن أنا أسمع مزيكا. المرة دي لقيت عثرت على موسيقى صينية، فأنا بحاول أشوف بقى هتنفع الموسيقى الصينية دي ولا أرجع تاني لموتسرت. Home sweet home. خلاص بعد يوم طويل، يعني مش طويل قوي، من الشغل، ولسه هيبقى في حاجات تانية، لسه محتاجة أخرج أنا وجوزي نشتري طلبات للبيت. الولاد النهارده هيرجعوا متأخر شوية، فده يعني يدينا فرصة. عشان كده لو انتوا متجوزين ودوروا على الأوقات دي، دوروا على الأوقات دي ان انتوا تخرجوا مع بعض زي 2 صحاب. يعني برضو ما تنسوش ان انتوا أصحاب زي ما انتوا متجوزين وبينكم ولاد والمصاريف والمش عارف ايه والايه والايه والايه، اقعدوا كده مع بعض شوية زي 2 صحاب. ما تتكلموش في مشاكل، ما تتكلموش في بلاوي سودة، عشان المشاكل موجودة ومش هتروح في حتة مستنياكم، بس يبقى في حاجة لطيفة في اليوم. يلا اشوفكم بعد شوية.
ولا حاجه، بعمل ميني ميني بلوج. ميني بلوج على ايه؟ طيب على القناه بتاعتي سبواي بيوند ميت فيجيتيريان. ده وقت بقى ان انا بقعد واشوف التعليقات بتاعتكم، وبصراحة يعني انا كمان بحبكم قوي. انا ما عرفكوش ولا شفتكم، لكن قد ايه حاسة بيكم، وكل واحد وواحدة فيكم قريبين جدا 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 قوي مني. النهاردة لاحظت ان موضوع الصوت عامل مشكلة، بس في حد كتب لي تعليق ان صوتي في البيت كان اوطى من صوتي وانا برا، ودي بصراحة معلومة مفيدة جدا جدا، لان وانا في البيت عادة بستخدم مايك معين، وانا برا بستخدم مايك تاني. السبب ان المايك وانا برا بيبقى قصير، المايك اللي في البيت السلك بتاعه اطول، فده لفت نظري ان ممكن فعلا المايك يكون فيه مشكلة. فانا اوعدكم هحاول اشوف موضوع الصوت ده ويعني بصراحة يعني الحمد لله انا مبسوطة قوي 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 من تجاوبكم معايا، واتمنى اتمنى ان كلامي يكون كلام مؤثر وكلام مفيد، وانا كمان احب استفيد منكم جدا. انتوا يعني مش عارفة يعني عرفتوني ولا لسه، لكن انا بحب جدا 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 ان انتوا تقولولي افكار تانية، حاجة تانية، تعليق تاني، كلام تاني، علموني يا جماعة خلينا نتعلم مع بعض. لو حد فيكم عنده فكرة تخص فيديو من موضوع فيديو من الفيديوهات اكتبوها، نتعلم كلنا من بعض. زي ما السوشيال ميديا يعني ممكن يكون ليها استخدامات سيئة ووحشة، ممكن يكون يعني ليها استخدام كويس قوي. يلا اسيبكم واروح بقى اجهز الوجبة اللي هي بين الغدا والعشاء، لان احنا كلنا برا من بدري، وده يعني غدا متأخر عشاء مبكر احسبوه زي ما تحسبوه. من احلى الحاجات اللي ممكن تجيبوها وهتساعد كتير قوي قوي على تقليل التحمير والقلي والحاجات دي، الشواية الكاست ايرون. الهيت بتاعتها، الهيت كونتنت بتاعها عالي جدا، يعني بتسخن الحاجات كويس قوي، وهي اصلا حديد، وبتشوي يعني كل حاجة بقى، خضار ولحمة وكل حاجة. اعتقد انها هتبقى استثمار جيد، واعتقد انها موجودة في محلات كتير في دول كتيرة. ده جدول من الجداول اللي انا يعني مهمة جدا جدا في حياتي، جدول اليوتيوب. يعني ايه الموضوعات اللي بتنزل فيهم ايه، عشان ما انساش. يوم الاثنين في الحياة مع حنان عواد، يوم الاربع علمتني جدتي لغاية اما تخلص الموضوعات اللي في دماغي، ويوم الجمعة في تحدي الاسبوع، في كمان بعد منه الجدول الاسبوعي اللي انا بتبعه عشان احافظ على البيت. فمثلا النهاردة الثلاث لازم المع الاجهزة بتاعت المطبخ والمايكروويف ومكنة القهوة والغلاية المية والخلاط وما الى ذلك. مثلا اظبط الدواليب، احيانا بتتبعتر بتتعمل، وطبعا كل يوم لازم اعمل يوجا. بس بصراحة اصدقكم القول، مش كل يوم كل يوم بعمل حاجة، انا بس حبيت اوريكم ده عشان تشوفوا بشكل عملي ازاي الواحد ممكن يقدر ينظم حياته بامكانياته اللي موجودة، بحاجات بسيطة جدا جدا، ولا لازم بقى برنامج معقد ولا اجندة مش عارف ايه. لو طبعا استخدم الحاجات دي ده كويس، وانا بستخدم الحاجات دي، بس في النهاية الامر عبارة عن ان احنا نحط نظام،
ونتبعه كل يوم بس، هتستقيم حياتنا وتنتظم ويبقاش فيها دربكة. واهم حاجة ان احنا كمان ما نعتمدش على الذاكرة، لان ذاكرتنا بتنسى، ذاكرتنا بتقع. لكن لما احط قدامي جدول بيقول لي كل يوم اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، هتبعه وهمشي عليه، مرة انسى مرة منساش، شوية شوية لغاية اما اكون عادة واستمر عليها والحياة تستقيم. يلا بقى اقول لكم سلام عشان اروح اشوف الليستة اللي وراي. عارفين انا من سنة 2007 ما عنديش تلفزيون وقنوات الفضائيات والحاجات دي. هل ما بتفرجش على حاجة؟ لا بتفرج، بتفرج على كل حاجة طبعا. يوتيوب يعني كانت خدمة كبيرة جدا جدا، لان ساعدتني ان انا اتحكم في الوقت اللي بتفرج عليه، واتحكم كمان في نوعية الحاجات اللي بتفرج عليها. ومش بس كده، بقى في دوكيومنتريز. يعني انا دلوقتي النهاردة بتفرج على فيلم وثائقي عن ايران وتاريخها وحضارتها والحاجات اللي فيها. اتفرجت على افلام وثائقية للحروب، حاجات علمية، حاجات جغرافية، حاجات كتير قوي. احنا اللي بندور. يعني دايما افتكر النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة ضالة المؤمن. يعني الحكمة حاجة ضايعة منك، انت اللي بتدور عليها. فلو فضلنا قاعدين في مكاننا مستنيين ده يبعت لنا فيلم نتفرج عليه، والقناة دي تحدد ايه الحاجات اللي نسمعها وايه اللي ما نسمعهاش، ونسمع لقنوات معينة، فبالتالي رأينا يبقى يعني عينينا تبقى شايفة اتجاه واحد فيبقى رأينا قاصر. لكن يعني لما ندور على الرأي والرأي الآخر والمعلومة دي والمعلومة دي، ولما تيجي قدامنا كلمة أو حاجة ما ناخدهاش كده، لأ لازم ندور ولازم نشوف. والتدوير والبحث بقى حاجة في منتهى السهولة، كل واحد فينا في إيده موبايل وفي إيده وعنده لابتوب، نقدر ندور. المعلومات كتير ولكن الحكمة هي اللي قليلة. والحكمة بتيجي منين؟ كان في حد بسمع له قال wisdom is recognizing the difference. الحكمة هي إدراك الفرق، الفرق في الأشخاص، الفرق في المواقف، الفرق في الأماكن، الفرق في المعاملة، الفرق في الأفكار، في كل حاجة، في كل حاجة. بس نعرف الفرق منين؟ دايما قالك الضد بالضد يظهروا. انت عندك حاجة دور ضدها ايه، دور عكسها ايه، شوف فين. يا جماعة يعني مش عايزة احول ختام الفيديو لحاجة فلسفية، لكن الدنيا فيها فرص كتيرة قوي، احنا اللي بنبقى قافلين مخنا. عشان كده شعار القناة بتاعتي ان لما نفتح مخنا كل حاجة في حياتنا هتتغير. يلا انا قدامي حوالي كده ساعة ونص كده ولا حاجة، اقعد اتفرج بقى على حاجة وثائقية. مش قادرة اقرا بصراحة، بس حبيت اقول لكم انا ازاي بختم يومي بعد ما اشتغلت وغسلت وطبخت واتكلمت مع ناس واتخانقت وعملت كل الحاجات دي. اشوفكم بكرة ان شاء الله.